من اخبارنا المهمه في النادي الاهلي انه خالد بيبو بمجرد ما مسك منصب مدير الكره في الفريق بعد كابتن سيد عبد الحفيظ اصدر قرار او تعليمات مهمه وسريعه لجميع اللعيبه في الاهلي انهم لازم يبعدوا عن السوشيال ميديا. بعت لهم كده فعلا على الواتساب كلهم، قال لهم على جروب الواتساب لازم كلنا ما نلتفتش للسوشيال ميديا ونساعد بعض يا جماعه، مش عايزين اي خروج عن النص، ممنوع التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي، ممنوع الدخول في مناوشات مع اخرين، ممنوع ان احنا نرد على الجمهور. واكيد انتوا فاهمين انه التحذير ده جه بعد الواقعه بتاعت احمد عبد القادر اللي لسه امبارح لاعب الفرقه اللي دخل في صدام مع احدهم، هو مش احدهم، هو مع كتير الحقيقه، قعد يرد وفي الاخر نزل بوست اتهم بعض الجمهور انه بيقبض. وكنا امبارح طبعا اتكلمنا عنه ووجهنا له رساله نتمنى انه يستوعبها. النهارده منزل صوره، واعتقد هو بره مصر وممكن يكون فيه فعلا توقيع عقوبه على عبد القادر، قد تكون غير معلنه، ولكن عشان اعتقد دي جازمه في عقوبه هتنتظر احمد عبد القادر جايله في الطريق. هنشوف يعني.